مرحبا برج الميزان، القراءة العاطفية. أنت في طابتك، أنت برج الميزان، أنت معتدل الطاقة والمشاعر، أنت حاليا مشغول في أعمال خيرية للبعض منكم، والبعض الآخر أنتوا معتدلين كطاقة عامة، يعني بين العقل والقلب والمنطق. واحتمال منكم انتوا في عطاء مع العائلة، في اجتماعات عائلية، انت حاسس نفسك انك انت في طاقة التوازن، التوازن من كل شيء. نشوف اللي وراك. انت شايف الشخص اللي وراك منعزل وبيفكر كتير، شايفه كمان وماخد على طرف منك على جنب، وبفكر يمكن في أعماله، في مشاريعه، في حياته الخاصة. إذا أنتوا كنتوا منفصلين، والشخص هذا احتمال يكون شخص كبير سنا أو شخص متزوج، أو أنتوا إذا كنتوا في زواج، هذا الشخص احتمال أنت شايفه هو بفكر في الأموال و بعيد حساباته في المال، لأن أنت في طاقة السكس أوف بانتيكال. احتمال انت شايفه مش متوازن ماديا، وانت بتحاول تعطيه، بتحاول توازنه، او انت متوازن لحالك بدون هذا الشخص. الشخص هذا هيبريستس. واو، شو الطاقة الضخمة. الشخص هذا بيخفي عنك شيء من الهموم، او بيخفي مشاعره. الشخص هذا يا اما متباعد او صامت، حامل اعباء كتير، يعني العشرة سولانجات والدث. لا، ما اعتقدش هاي لها. الشخص هذا احتمال، لانك انت شايف برضه هارمنت، فاحتمال هذا الشخص يا متباعد عنك او في حزن ومخفي مشاعره ومخفي حزنه ومخفي تعبه، لكنه عنده ادمان معين او عنده شيء طاقته سلبية جدا جدا جدا، طاقته سلبية. خليني اشوف ليش الهاي بيستنس طاقته. دبل، مع انه عنده طاقته تختلف هون. يعني بس اشوف ليش طاقته الهاي بيستنس. احتمال الشخص هذا غادركم، تعب فجأة، رحل عنكم، وراح يبحث عن وضعه المادي. وللبعض منكم هو مخفي عنكم شيء متعب وتباعد عنكم، لهيك انتم شايفين الهارمنت، لكن انتم متوازنين، انتم بين العطاء والاخذ، وانتم كأنه عاملين مشروع عائلي، مشروع عمل خيري، بتوزعوا للمحتاجين والفقراء. انت بطاقتك المتوازنة، يعني انت مفيش عندك حزن او اسى من ناحية هذا الشخص. الشخص هذا بس انه ملعش تعبان، هذا الشخص بس هو في طاقته العامة. خليني اشوف، هو في الكوين، هو زعلان، هو قاعد حاله ومطنش الدنيا ومطنش العالم ومطنش كل شيء، طاقته البيج، لكنه بده يخدعنا، بده يعطينا انه هو بس، يعني انه بس مهتم في انجازاته واعماله، لكنه شخص غامض. يمكن على فكره هو شخص غامض، شخصيه غامضه. الشخص هذا بحب يخبي جواه وما يظهرش للاخرين شو بفكر، يعني عنده غموض مع نفسه. احتمال هذا الشخص يكون مدمن على شيء، احتمال عنده ادمان لشيء معين. هو شخص غامض،
وكتوم وبيحاول يتغير. على فكرة واحتمال شايفكم انتوا تبعدتوا عنه واختفيتوا. خلينا نشوف. حاليا عندنا على الطاولة انه طاقة الكوين اوف بنتكل، بس انا حس انه هو حزين، لكن يمكن حزين على موضوع مادي. هو حاسس انه بحاجة مادية، بحاجة مادية، مال، استقرار مادي. الشخص هذا بيفكر في مشروع ما، او الشخص هذا داخل في علاقة ثلاثية، مش من طرفك انت يا برج الميزان، من طرفه هو، يعني هو مع شخص طرف اخر، طرف ثالث، وهو بيبحث عن الاموال والاستقرار، وهو عن جد عمال بيبحث عن المال والاستقرار، عن ال على الحاجة المادية مش العلاقة العاطفية. فهو الشخص هذا اما في علاقة ثلاثية، هو في طرف اخر، طرف اخر هو، او الشخص هذا عنده مشروع مركز فيه جدا، كل تركيزه في هذا المشروع، او الشخص هذا في علاقة مع امرأة نرجسية، وهو بفكر كيف يوفر لها المال ويوفر لها كل شيء، لانه احساسي انه الشخص هذا حاسس انه محتاج للمال او محتاج لاستقرار مادي مش استقرار عاطفي، ومحتاج شيء من المال لانه عنده حاسس انه في شخص مطنشه بسبب المادة، بسبب المادة. في شخص، الشخص هذا اللي معكو اللي انتو فايتين تشوفوا له، سواء كنتوا في زواج او في انفصال، فالشخص هذا في حدا مطنشه بسبب المادة او استقرار العائلي، لانه هو داخل طرف ثالث، اما شخص، اما امرأة نرجسية او شخص نرجسي اللي من الاشخاص الماديين. فالشخص هذا كل تفكيره متجه الى اللي بده يستقر ماديا لحتى يرتاح تفكيره بشيء متعلق فيه، هو متعلق بشيء مادي اسري. احتمال الشخص ده متعرف على شخص نرجسي، شخص بشده بطريقة التجاهل والتطنيش، وإذا ما لبيتش رغباتي فأنا راح أطنشك ومثلا أقطع معاك نهائيا. الشخص ده بتعامل مع شخصية نرجسية، عشان هيك هو أنت شايفه ملتزم الصمت ومتباعد عنك، وهو مختفي ومتباعد وشايل هموم كبيرة. وحاسس حاله داخل في شيء شبيه للموت. الشخص هذا كأنه يعني كيف بدي احكي لكم، حامل هم المفروض هو ما يح يعني ما يحمله، بس هو محمل نفسه فيه او مدخل نفسه فيه. مخفي سر هذا الشخص، بس مش مظهر لحدا، بس ظهر لنا في الطاقة تاعته، حاول انه يظهر لنا في الطاقة تاعته طبعا انه هو بس مركز في المال، لكنه مركز في المال عشان طرف اخر غيرك يا برج الميزان. واحتمال يكون انه اذا انتوا كنتوا منفصلين فهذا الشخص شايف او يعني المشكلة بيناتكم انتوا، انتوا عارفين انه هو فيش طرف تالت بيناتكم، احتمال هو بيعاني بالمادة المال، يعني بيعاني انه مش قادر ياخد قرار في علاقتكم بسبب
انه عنده عسر في المادة ومشروع معين مش قادر يحقق فيه نجاح، فهو مركز فيه. للبعض منكم خلينا احكي لكم الابراج، برج الميزان وبرج العذراء وبرج الحوت، حلو كل الابراج ورا بعض، وبرج العقرب احتمال يكون هو برج العقرب وحابب يغلبنا شوي في الكرة، وبرج الجدي، وكمان برج الثور. بس طيب شو مشاعره من ناحيتك؟ مشاعره شوي يعني الشخص التعبان، انا مبدئيا بحكي لك الشخص هذا تعبان جدا جدا جدا. الشخص هذا حاسس ان انتو الاستقرار والعائلة، ليش؟ هو بسبب التوأم، الشخص اللي دخل علاقة سامة وانفصل عنها ومشاعره راحت لكم وحس انه انتو الامان او انتو الاشخاص اللي راح تحتويه، فهو شايف انه انتو العشر نقود، الاستقرار والعائلة والراحة النفسية، لكنه يمر هذا الشخص في انفصال. عشان هيك بذكركم احتمال تكونوا انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض، وبعد الانفصال حس ان انتوا الاستقرار الوحيد اللي في حياته. الشخص اللي بمر بصاعقة، بمر بانفصال، بمر بشيء، وهو زي تفاجأ اجت صحوة حسست ان انتوا الاستقرار والحياة اللي صح. طب خليني اشوف ليش التوأم بنتيكال، بس هذا الشخص يعني في عنده مشكلة، عنده مشكلة، الشخص هذا عنده مشكلة، عنده مشكلة. اعتقد هاي طلعت في طاقته الشيء اللي بيحاول يتكتم عليه، او الصاعقة اللي صارت في حياته بتكتم عليه. الشخص هذا اما انضحك عليه وحس بقيمتكم، برضو بتنفع القراءة للمنفصلين. الشخص هذا حس بقيمتكم بعد ما اكل عصي تقال كافي، يعني الشخص هذا بيحاول يمسك نفسه لانه عارف انه هو غلط في حقكم، وبعد ما الدنيا مثلا نحكي ربنا اخذ حقكم منه، عرف انه هو مديون لكم لانه انتم كنتوا في استقرار وكنتوا مستقرين وكنتوا انتم بالنسبه له الاسره والعيله والبيت والامان والحنان والدفى يعني. فالشخص هذا مشاعره من ناحيتك هيك لانه بيمر في انفصال من الطرف اللي تركه بسبب الشخص. وبالمناسبه هون برج الاسد. طيب هو كيف شافك؟ هو شافك انت مستقر، مع انه هون يعني انه الشخص، بس لا رؤيته غير لك. طيب خليني اشوف كروت، اشوف بركي ساعدتنا في القراءه اكثر، لأن الشخص هذا طاقته شوي يعني عنده مشكلة غيركم أنتوا، عنده انفصال آخر غيركم أنتوا. خلينا نشوف، يمكن هو راح لزواج تاني، تزوج عليكم يعني، تزوج من طرف آخر، وهو دخل يعني طرف آخر زوج تاني، أخذ شخص منفصل، دخل او اذا كان رجل او اذا كانت امراه دخلت في زواج مع هي يعني انه رقم اثنين في الزواج هذا طرف ثاني، وبتنفصل هلا عن هذا الشخص. احتمال يعني لبعض منكم انتم طبعا يعني قصتكم وكل واحد ياخذها كل واحد هو عارف قصته، انا بعطيكم احتمالات وانتم خذوها للاتجاه المناسب لكم. هون بحكوا لكم انه لاحظوا مشاعرك الجسديه والعاطفيه المتكرره لانها تدل على التوجيه اليهم. احتمال انه انت بتجيك اشارات جسديه
من ربنا، مثلا بتحس انه صدرك ارتاح فجأة، فيمكن ربنا هيك بيزيح عنك هم يمكن تركه هذا الشخص. احتمال افكارك صارت تتوازن وانت حاسس صحتك منيحة وقادر تعطي وتاخد، وقادر انك انت تعطي للآخرين نصائح، او قادر انت تنجز اعمالك. فاعرف ان ربنا هو اللي بيوجه فيك في هذا الشيء، يعني ربنا هو موجهك لشيء معين. انا اعتقد ان الكارت الى في المشي. خلينا نشوف الرومانس. تحرر معاني. انا شايفك ان انت يعني منيح، يعني انت متوازن. طب خليني اشوف، يمكن انت كمان خدعتني. انت شو مشاعرك تجاه هذا الشخص؟ انت تعبان؟ انت يمكن تظهر انك متوازن لكنك تعبان جدا جدا، وحاسس غدر من ناحية هذا الشخص. انت حاسس ان هذا الشخص اتعبك، يعني للنفس الاخير، الرمق الاخير اتعبك هذا الشخص. عشان هيك بقول لك اتحرر من القيود. free yourself. هلا اجى وقت انك تتحرر من الدائرة اللي انت فيها. take back control of your life. يعني انت لازم تتحرر من القيود اللي حواليك. اعمل لنفسك كنترول، تحرر. انت تعبان يا برج الميزان، بس بدك تخبي علينا والشخص بده يخبي علينا، احنا خلاص نسكر الكرة. طيب هو شافك كيف؟ هو شافك الكينج اوف بنتيكال، شافك انت مستقر، وشافك انت مش معطي اهمية، وشافك انت بتراقب في عملك وانجازاتك، وانت شخص صبور جدا جدا، وشايف شخصيتك انك انت صبور صبور جدا، انت في طاقة ترابية، شايفك شخص ترابي، شايفك صبور جدا، شايفك انك انت بتحب تعطي عملك حقه، وانت بتوقف فوق عملك شخصيا. لو انت كنت مدير او حتى رب اسرة، فانت شخص بتحب ان كل الانجازات اللي تصير في حياتك انت تكون على رأسها، وكمان انت بتحب تثابر لعملك لحتى توصل للنجاح. وكمان هو شايفك انك انت احتمال تكون شخص مش مادي، لكنك بتحب الاستقرار المادي وتبحث عن المادة، او يعني توفر احتياجاتك، مش انك شخص انت نرجسي. لا طبعا كلنا نرجسيين، لكن في كل شخص النرجسية بتكون يعني في بتكون متوازنة، في بتكون هابطة جدا، في بتكون متعالية. فهو شافك الوسط، انك انت شخص بتميل لحب نفسك، لكن بطريقة انك انت تكون متوازن اللي هي انت فيها يا برج الميزان، الموازنة. وكمان هو بيشوفك ان انت كيف يعني بتحب انك انت توفر احتياجاتك وما تطلب احتياجاتك من الاخرين، فانت بتحب تثابر في عملك وتجتهد في عملك، لو حتى في المنزل، لو حتى انت ام بتحبي انت تكوني سيدة المنزل، انت تعمل كل اعمال المنزل في ايدك انت، مش حدا يساعدك. هو شايفك انك انت معتمدة على نفسك جدا جدا في كل شيء، وهو معتمد عليك في كل شيء، لانه هو شايفك انه انت تتنازلي ومستعدة بتعمل كل شيء في ايدك انت، عشان انت تطمني اطفالك بخير، عملك في خير، كل شيء في خير. المهم انك انت تحسي بالسكينة والطمأنينة. هو شايفك انه انت يعني عندك شوي كبرياء او شوي من النرجسية، مش النرجسية طبعا
لان النرجسية بتيجي واحد اتنين تلات، يعني بتيجي بتيجي متأزمة، حالة متأزمة، حالة مرضية يعني. وفي كل شخص طبعا نرجسي هو بحب يحافظ على كرامته، بحب يحافظ على كبريائه، فهو شايف انت شخص بتحب تحافظ على كبريائك وبتحب تكون مستقل وما تحتاج حدا، ولا هو نفسه بتحتاجه، حتى لو يعني انك بدك شيء انت يعني بتروحش تطلبه منه او تخليه انه تطلب حاجتك، لو انت محتاجه او هو لازم يكون حقه اي حقك عليه، لكن تتنازل عن هذا الحق مقابل انك انت ما تحسسوش انه انت محتاجه، يعني يعني كانه مع انه غلط عملك هيك. ولازم يكون اذا كان هذا زواج سابق او انتوا في زواج فعلا والشخص هذا متباعد عنك وفي شوي زعزع في العائله، غلط انك تخليه يعتمد عليك في كل شيء. الاعتماد هذا بدمرك انت مش بدمره هو، هو راح شاف اتجاه تاني لانه شافك انك انت مخلص له كل مصالحه او بتعمل له كل شيء، فاعتمد عليك انه مثلا اترك لك الاسره انه انت ترعاها وانت توقف ترتب لهم كل شيء، فشافك شوي انه انت كبرك او كبريائك بس بيجي لعند كرامتك، انه هو ما في حدود ما يتخطاهاش وباقي مش مشكلة قادر تحمله. إنه مثلاً إنه مثلاً ما يشتمكش بكلام لا يليق فيك، هيك أنت رح توقف عند حده. بس إنه هو يطلب منك مثلاً مساعدة بتلبيها، لو كانت عبء عليك وهو قادر يعملها بس هو رمى العبء هذا عليه، مش مشكلة أنت بتلبيها، هو شافك هيك أنت معتمد عليك فعشان هيك هو شافك إنك أنت الاستقرار، وكنت بالنسبة إلى استقرار عائلي يعني كان معتمد عليك كل شيء، والأمان والطمأنينة والاعتمادية. أنا حس إن الشخص كان معتمد عليك جدا 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 جدا. التفت ما الذي تتشبت في شيء أنت متشبت فيه، التفت عليه في أنت متشبت شيء أنت متشبت فيه رأسك في هذا الشيء، فبقولك التفت يعني انبح عليه الاشي المتشبت فيه، انبح عليه، خليك ايجابي. الايجابية بس هذا الشخص على فكرة شافك انك انت طويل بال فانت بتخطط قبل ما تفعل، يعني في عندك يعني بتخطط لقدام. التفكير الإيجابي والإيمان سوف يجلب لك الرومانسية. إذا أنت شوي متشائم وأنت شايف هذا الشخص أتعبك فخليك إيجابي، لأنه الإيجابية هي مش بس بتجيب بس الرومانسية والحب، كمان بتجيب لنا طاقة إيجابية نحس حنا إنه إحنا عايشين، وإحنا مش نخلي الحياة هي اللي نستناها تتغير ونضل متشائمين. لا، خليك إيجابي واشتغل وكون يعني شوي عندك تجاهل للأمور اللي هي مثلا متعبتك. اترك الظلم اللي انت مرقت فيه، اتركه لله. إذا الشخص هذا أتعبك كتير فاتركه لله، رغم من تكون. فخليك إيجابي واستقبل كل شيء في إيجابية وشوف الحياة بإيجابية عشان انت تكون شخص يعني تحس ان الحياة حلوة، مش تحسها ان شخص غدرك او شخص او كذا وكذا وكذا. كلنا بنمرق بظروف لكن لازم نكون إيجابيين ونحكي قدر الله ما شاء وفعل، يعني ربنا هو اي شيء احنا بنمرق فيه في الحياة صدقوني يا جماعة هو كتبناه، وكل شيء من الله شيء جميل ان كان سلبي او ان كان ايجابي. حكيت لكم على الابراج، شو خطوة هذا الشخص، شو نوايا من اتجاهه بدأ ادق لك، شو نوايا من نشوف انه هو قاعد بدأ ادق لك، بدأ ادق بصمت. الشخص هذا برحبك شو ردت فعلك لكن عامل حاله انه
متنشط ومتباعد عن الأكل. بيشتغل الشخص. خلينا نشوف شو بيشتغل. في إشي بدي يعمله لكن بطولة بال مش بتسرع، لأنه حاس حاله إنه تسرع قبل المرة. وناوي إنه يستقر معك ويرجع. إذا أنتوا كنتوا في انفصال فالشخص هذا ناوي يرجع، وهو بحبك جدا 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 جدا، وهو بيشتغل على إنه يصير في تسامح بيناتكم. الشخص هذا بده استقرار، استقرار نهائي خلص. يستقر معك أنت ويبطل يلف ويدور ويلف ويدور، لأنه هو مجرب إنه في شخص طنشه. يعني ما اعتقدش انه هو هذا نفس الشخص. يعني الكوين انه طاقته الكوين والبيت مش ظابطه مع بعض نهائيا. انا احكي لك انه هو الكوين والشخص الطرف اللي تركك عشانه هو البيت، لانه برضه ظاهر عندي هون انه هارمن شخص ناضج، وكمان انه الهايبريستس وشخص برضه حامل العشر سولانجاب والدث. يعني الشخص هذا ناضج مارق في حياته، هو بخطط انه كيف يصلحك ويصلح كل يعني كل اشي هدفه. وشاف انه انتم انفصلتوا عن بعض، احتمال انه صار في انفصال بورق المحكمة لبعض منكم. طبعا كل واحد هو بعرف قصته، برج العذراء وبرج السرطان، فهو بده استقرار الشخص. وخطوة القادمة انه بده يطلب منك التسامح. الشخص هذا بيحبك ولكن بده عارف انه قصتك بدها تسامح وبدها شغل كتير ويعوضك في خساراتك. فخليني اشوف برضه اذا يعني ليش بده يقدم لك السوف كابس. بدناش يكون انه يكون يشغل شيء مادي، بده ياخذ منك شيء مادي، مع انه انا مش شايفه اشي مادي. يعني انا شايفه اشي يعني حب او يرجع للطمأنينة اللي كان هو نفسه. على فكرة الشخص هذا نفسه يرجع الى المنزل، العودة الى المنزل، العودة الى الحنان والدفء ودوشة العيلة. او اذا انت كنت شخص حنون عليه وكنت تسأل عنه وكنت مثل الاسرة بالنسبة له، فهو نفسه يرجع هذا الشخص لهذا الشعور. هو بفكر فيه جدا 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 وبده يستقر معك، بده يرجع هذا الشخص. برج الحمل يا جماعة بينامش الشخص هذا، هذا الشخص بينامش نهائيا نهائيا. وهو برج يمكن من الحمل ويمكن يكون من الأبراج الترابية برد الشخص هذا، أو برج العقرب أو برج الحوت يعني. بس أنت تحرر، شوف الحياة الإيجابية في أنت إيش متمسك فيه انتبه عليه، وشوف الحياة بإيجابية عشان تقدر تكشف حقائق او اطلع من التعب. انت تعبان جدا. رح اخذ لك نصيحه برج الميزان لانه حاسك تعبان جدا. نصيحه لك، حط حدود للتعب خلص، كفي وقف على جريك وارجع دافع عن نفسك وحط حدود لكل شيء. ولو الشخص هذا راجع ورجع لك، حط شروط، شروطك الصحيه او ارفع السور الصحي اللي بيكون بينك وبين الأشخاص أو بينك وبين الشخص هذا. امسك برأيك، تمسك برأيك كمان، وارجع نشيط مثل زمان وارجع. يعني لأنك انت هون تعبان وهون لا، صحتك منيحة. لو انت كنت هون يعني قلت لك انت صحتك منيحة، انت صحتك تعبانة، برضو اهتم بصحتك. شكرا يا برج الميزان. لو سمحت إذا كنت معنا جديد في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. بيحكوا لي يا جماعه شو قصتكم، لان شكلكم تعبانين. كنت حابه يعني بحكوا اكثر من كذا، بس خلص هاي الطاقه اللي طلعت معي. وكنت حاب اشوف شخصيه الشخص هذا شو ماله، بس خليني اشوف برضه بدي اشوف شو الشخص هذا شو ماله برضه. مش راح اترككم متحيرين. الشخص هذا واللي خلص فضحتينا بكفي توضيحات اكثر من هيك. خلص سنة، بس خلص مش راح احكي اكتر من هيك. فالله معكم يا ايه، الله يكون بعونكم يعني برج الميزان. عن جد يعني
الله يعينكم، بس كونوا شوي إيجابيين عشان تقدروا تفتحوا عينيكم على الحقيقة اللي بتصير. واحكوا لي رأيكم في الكرة، وهل هذه قصتكم، وشو هذا الشخص تركه لطرف آخر عشان طرف آخر. يعني أنا قلبي معاكم، شكرا لكم.